فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. من هذا؟ أنابغة أخرى أم آية لله كبرى؟ محمد نبيه، ذكي ونبيه، قرير وسط إخوته وأمه وأبيه، بلا عينين يبصر بهما، لكنه اتصل بأنوار الكتاب فأضاءت البصيرة واطمأنت السريرة، فصاح بأصحاب العيون المبصرة أن خذوا من حالتي العبرة والتذكرة. أحمد نبيه عبد العليم علي حجاج، جمهورية مصر العربية، محافظة دقهلية المنصورة، مقيم بالمملكة العربية السعودية جدة. عندي ولله الحمد ولدين وبنت. ولدين محمد الأكبر عمره 9 سنوات، ومحمود الثاني عمره 6 سنوات، وشروق الصغيرة عمرها 3 سنوات. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمحمد منذ الولادة وهو كفيف البصر، لكن كل الأطباء أجمعوا أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاله العينين حقته، يعني قالوا خلاص هو ده ربنا سبحانه وتعالى وابهنا كده. واحنا الحمد لله حمدنا الله سبحانه وتعالى على الذرية دون، ودعنا له ربنا يكرمه ويكون من الذرية الصالحة ولله الحمد. بدأ يحفظ القرآن الكريم، تعرفنا على الشيخ عبد الجليل الله يبارك فيه، عبد الجليل عبد العزيز حسن، شيخ فتيات الأزهر بطلخة. بدأ معاه من أول القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. تلميذ بالمدرسة النموذجية، وإن ساعده سائق، نبوغه فائق، غلام حليم، وسط صبية هم صغار اليوم ورجال الغد، هو الكفيف الذي لا يرى، تغلغل حب القرآن في قلبه وسرى. فتحفز لطلب العلم وانبرى، فلم يقبع في زاوية ولم يقف متحيرا، لكنه عرف الطريق واختار الرفيق، وبدأ سلم الأمجاد، ففاق أمثاله وعزفت يده على الآلة، وعندها فاح عبيره وشهد له مديره. بداية ما يدخل الطالب إلى المدرسة تتعرف على هويته، ايش نوع الطالب، ايش هواياته، ايش استجاباته، من خلال التعامل، من خلال سبعة تمهيدي. محمد من بداية الصف الأول من اتجاهاته اجتماعي، يحب العلاقات، حريص على ضبط الوقت، سريع البديهة من الصف الأول صراحة. جدي والمطر في المزرعة، جلست الأسرة أمام مدفأ من الحطب، الجو بارد والمطر ينزل في الخارج، الجدة مسرورة. قالت سارة: لماذا أنت مسرور يا جدي؟ قال الجد: أنا مسرور يا سارة لنزول المطر. تحسس يا بني، فقد يكون إصبعك أفصح من عيون كثيرة، حقا هذا هو النور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
مسفر ضيف الله الزهراني مدرس تربية خاصة بالمدرسة النموذجية الابتدائية بجدة، مدرس علوم من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، برنامج النور، ومشرف جماعة أصدقاء الكفيف. أنا أحد أولا طلاب مدرسة النموذجية السادسة، ثم أصبحت مدرس بعد رعاية المدرسة وتوليها في تدريبي، فأصبحت مدرس. محمد نبيه أحد الطلاب النابغين، وأيضا الذين يمتازون بخاصية الحفظ الشديد للقرآن الكريم، والحمد لله وقد أتقن تقريبا أكثر من 25 جزء من القرآن الكريم، وهو متفوق في جميع المواد وتحصيله متميز، حيث أنه يتقن برايل. وأيضا أنا مدرس في الرياضيات، القدرة العددية عنده ممتازة وعملية الحفظ، وأيضا في مستوى التحصيل ومستوى استرجاعه للمعلومة بشكل سليم. في الحقيقة أريد أن نتكلم عن الطالب محمد نبيه المتفوق على زملائه، وهو بالصف الثاني الابتدائي. وهذا الطالب تعرفت عليه يعني وأنا كنت في الصف الثالث، تعرفت عليه مع المقابلات في الفسحة يعني وأنا أقابله في الفسحة، فتعرفت عليه وصرنا أنا ويا أصحاب. فيعني ما شاء الله تبارك الله عليه يتقن أكثر من 25 جزء.